قام معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة إيني الإيطالية على خلفية موافقة مجلس الوزراء الموقر بتوقيع مذكرة التفاهم مع الشركة للتعاون في مجال النفط والغاز بشأن مشاريع التنقيب لاستخراج النفط والغاز في التقاطع البحري الشمالي، حيث قام السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي للشركة بدوره بالتوقيع على المذكرة. وفي سياق متصل، أشاد معالي الشيخ محمد بن خليفة وزير النفط بالدور البارز الذي تطلع به اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في وضع الخطط التفصيلية لمضاعفة عمليات الاستكشاف والتنقيب، حيث تم توجيه الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركات النفط الوطنية بالعمل على تحسين مستوى المسح الجيولوجي من خلال توظيف أفضل التقنيات المتاحة وحفر عدد من الآبار الاستكشافية في الفترة الماضية. وقال معالي وزير النفط بأن التقاطع البحري الشمالي تقدر مساحته ب 2800 كيلومتر مربع، حيث لا تزال هذه المساحة غير مستكشفة إلى حد كبير، منوها معالي بأن توقيع هذه المذكرة مع الشركة الإيطالية تعد خطوة إيجابية في الطريق الصحيح نحو تعزيز التعاون والاستثمار. وأكد معالي على أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تولي اهتماما بالغا في توطيد العلاقات وتعزيز التعاون مع جميع الشركات النفطية العالمية لتأمين احتياجات المملكة من الطاقة لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية البحرين 2030. من جانب عرب السيد ديسكالزي عن ترحيب شركة إيني الإيطالية بتوقيع هذه المذكرة، مضيفا أن التعاون في مملكة البحرين سيؤدي إلى توسيع وجود الشركة في إقليم يعد من الأقاليم الرئيسية في الشرق الأوسط بما يتوافق مع سياساتها التي تهدف إلى تنويع محفظة التنقيب. احنا نعمل إن شاء الله على تفاصيل اتفاقية الاستكشاف مع الشركة، يعني حين الانتهاء من التفاصيل التجارية نرفع المشروع القانون إلى الحكومة الموقرة، وبعد الموافقة ترفع إلى مجلس النواب لإصدار القانون المناسب. فإحنا إن شاء الله نسعى في الأسابيع القادمة إن شاء الله للانتهاء من تفاصيل البنود التجارية في العقد. عقد الامتياز هو مشابه للعقود اللي أصدرناها في السابق وصدر من خلالها قانون، فهم شركة يعني موافقة على بنودها القانونية. باقي التفاصيل التجارية إن شاء الله إذا وصلنا إلى يعني الاتفاق حولها ترفع إلى مجلس الوزراء بعد موافقة لجنة الموارد الطبيعية برئاسة سيدي صاحب السمو ولي العهد، ومن ثم مسودة القانون ترفع إلى مجلسي الشورى والنواب لموافقتهم وإصدار القانون. طبعا الشركة عملت معانا في السنوات الأخيرة على دراسة القاطع الشمالي، فهم جاهزين، وهذه من اشتراطات التوقيع السريع معهم انهم يبداون الحفر. وعاده العقود الشركه تتم سنتين تدرس المسوحات القاطع البحري، لكن في حاله ايناي هم قاموا بهذه الدراسات، وان شاء الله يعني نتطلع بعد يعني اصدار القانون وتوقيع الاتفاقيه النهائيه يبدا الحفر في هذه السنه، والله يوفقهم ويوفقنا ان شاء الله لاكتشاف موارد ان كانت نفط او غاز في القاطع رقم واحد. نحن سعداء بتوقيع هذه المذكرة والحصول على الفرصة للاستكشاف المحتمل عن النفط في القاطع البحري رقم واحد. إن هذه المذكرة والاستكشاف في القاطع رقم واحد سيسمحان لشركة إيني بالتعاون والاستثمار في مملكة البحرين، والتي تعد الأولى ضمن دول مجلس التعاون الخليجي في إنتاج النفط، والتي تهدف حاليا إلى إزاحة الستار عن إنتاجها البحري المحتمل.